بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة شعبة علوم الحاسب، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله المحاضرة العاشرة والأخيرة في مادة النظم الخبيرة. محاضرة النهاردة هتكون مقسومة نصين. النص الأول هناخد ما تبقى من الجانب النظري وهو عن النولج أكوزيشن أند ريبريزنتيشن، وفي النص الثاني منها هناخد ما تبقى من الجانب العملي بإذن الله. في الجزء الأول هنتكلم بشكل مبسط عن النولج أكوزيشن والنولج ريبريزنتيشن. الأهداف إنك تعرف يعني إيه نولج أكوزيشن، يعني إيه نولج إلكتيشن، التكنيكس أوف نولج أكوزيشن، الستيجز أوف نولج أكوزيشن، يعني إيه نولج ريبريزنتيشن والميثودز أوف نولج ريبريزنتيشن. بداية النولج أكوزيشن، أهم مرحلة في بناء النظم الخبيرة هي النولج أكوزيشن، يليها النولج ريبريزنتيشن. النولج اكوزيشن من اصعب المراحل والعمليات اللي بتمر بيها عمليه هندسه المعرفه في بناء النولج بيز، والكوست والبرفورمانس في الابلكيشن بيكون قائم بشكل مباشر على الكواليتي اوف نولج اكوايرد، النولج اللي هو النولج المكتسبه من مصادر الخبره. في المرحله دي، في العمليه دي، بيكون التعامل المباشر مع مجالات الخبره ومع مصادر الخبره. مصادر الخبره اللي قلنا عنها اللي ممكن تكون الهيومن اكسبرت، وممكن يكون الدوكيومنتس، وهكذا. وهناك عدد من المداخل والطرق اللي ممكن من خلالها نعمل نولج اكوزيشن لاكتساب المعرفه من المصادر المختلفه. طيب يعني ايه نولج اكوزيشن؟ نولج اكوزيشن is a accumulation, transfer and transformation of problem solving expertise from experts and or documented knowledge sources to a computer program for constructing or expanding the knowledge base. وبالتالي هي عملية التجميع وتحويل ونقل المعرفة وخبرة حل المشكلات من الخبراء ومصادر المعرفة المختلفة، لان انا اقدر ان انا احول ده على هيئة knowledge base، يقدر النظام الخبير من خلالها اتخاذ القرارات المختلفة. وبالتالي knowledge acquisition allows the expert to enter their knowledge or expertise into the expert system. دي وسيلة لعمل documentation للخبرة. واحنا اخدنا قبل كده ان من مميزات knowledge base ان هي او expert system ان هي documentation للخبرة، ان هي تدوين للخبرة وحفاظ على الخبرة، وبالتالي هي بتساعد الخبراء في ان هم يدونوا ويسجلوا الخبرة بتاعتهم، بل ان هم يخرجوا الخبرة من العقل الداخل، العقل الباطن ليهم، ويخرجوا، لان مش سهل جدا العملية دي. زي ما قلت لكم من اصعب العمليات، مش سهل جدا انك تقعد مع خبراء وتستخلص الخبرة الموجودة في عقولهم وتبدأ تصغها على ورق. ناس كتيرة بتبقى عندها الخبرة لكن ما تعرفش انها تنطقها، ما تعرفش انها تقولها. بيحتاج ده مجهود كبير من النولج انجينيرينج عشان يقدر يستقي منهم الخبرة، ومحتاج لقاءات كتيرة، وفي الغالب ما بيكونش من خلال خبير واحد، بيكون من خلال اكثر من خبير، لان ممكن واحد ما تقدرش انك تطلع منه كل الخبرة، الاخر بيكملها وهكذا. والافضل ان يكون زي حلقة ورشة عمل كده، بتبدأ تقعد معاهم بحيث واحد يذكر التاني، لان في حالة الفكر واحد زائد واحد مش يساوي اتنين. لما يكون الافكار مع بعض بيبدأ ينتجوا افكار ويبدأوا يذكروا بعضهم بحاجات تقدر منها تستقي منها الخبرة. وبالتالي دي وسيلة للحفاظ على الخبرة وعمل documentation للخبرة. وبشكل عام بيتم ده بشكل يدوي، العملية دي بتكون بشكل يدوي أو بشكل automated system نقدر منها نستقي الخبرة، واللي في الغالب بيكون داخل فيها الماشين ليرنينج. The knowledge acquisition process is usually comprised of three principal stages. في عندي ثلاث مراحل أساسية في knowledge acquisition. أول مرحلة هي الإلكتيشن، knowledge elicitation، العملية التفاعل المباشر والالتقاط المعرفة بالشكل المباشر. Knowledge elicitation is the interaction between the expert and the knowledge engineer أو البروجرام في حالة النظام المميكم automated system to elect the expert's knowledge in some systematic way. ده في حالة البروجرام، تمام، أو حالة حتى knowledge engineering في طرق معينة في نعمل elicitation للknowledge. فالمرحلة الأولى هي التفاعل المباشر مع الخبراء. المرحلة الثانية تبقى مرحلة وسيطة،
The knowledge thus obtained is usually stored in some form of human-friendly intermediate representation. تبقى مرحلة وسيطة، وصف وسيط مقروء لكنه بشكل مهيكل، وفي عملية الريبريزنتيشن ليها طرق معينة في تمثيل الخبرة. بأول مرحلة بنعمل إلكتيشن بشكل مباشر من الخبراء، ثم بني مرحلة أخرى بعيد عن الخبير بنبدأ نصغها. في أحد الطرق اللي كنا بنستخدمها في طريقة الكادز، فكان بنصيغ على قد جداول بنحدد فيها الكونسبت والكونسبتس الخاصة بالمشكلة والبروبرتس والفاليوز، وبعد كده بنبدأ نصيغ الرولز فيها على قد ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد والعلاقة ما بينهم وهكذا. المرحلة الوسيطة بتؤدي بعد كده للمرحلة الثالثة وهي هي الاكسكيوتابل فورم، واللي بيها بنحول الكلام ده لنوليدج بيز بحيث الانفيرنس انجن يقدر يتعامل معها ويستخرج منها القرارات المطلوبة. ومن التكنيكس المستخدمة في نوليدج اكوزيشن الريبيرتوري جريد واللادرينج والكارد سورتينج والتويني كويشنز والبروتوكول اناليسيس. والحقيقة كان المفروض ان ده هنعمل فيه ابحاث ونناقشها مع بعض، لكن نظرا للظروف طبعا ده مش هنقدر نقوم بالعمل ده. لكن هو عامة من اشهرهم الكارد سورتينج، ودي بيستخدم في الحصول على المعرفة من خلال الخبراء، من خلال عرض مجموعة من الكاردز بيبدأ يصيغ فيها المعرفة بشكل ما. ناخد مثلا السمت، ناخد مثلا الأمراض ونبدأ نمسك واحد واحد ونحلله وهكذا، فيل توني كويستشن والبروتوكول أناليس وهكذا. Stages of Knowledge Acquisition، عندي في خمس مراحل أساسية في عملية Knowledge Acquisition بيوضحها الدياجرام اللي قدامنا. بيبقى متقسم Identification, Formalization, Testing. المراحل هي Identify Problem Characteristics، بتحدد الخصائص الأساسية للموضوع بتاعك والمشكلة بتاعتك، بتطلع منها Requirements. بعد كده Find the Concepts to Represent Knowledge، بتطلع بالمين Concepts الأساسية اللي بتتناولها. وزي ما قلت لكم مثلا في طريقة الكاتس كنا بنطلع لما نيجي نعمل مثلا Expert System، فبنطلع بنحدد المين Concepts بتاعتنا، وكل Concept بيبقى له Properties بتحدده، وكل Property ليها Possible Values وهكذا. فبتطلع هنا بالConcepts. ثم بعد كده design a structure to organize knowledge، واللي بتطلع منها دي المرحلة الوسيطة اللي بتطلع منها structured knowledge، عشان بعد كده تحولها rules formulate rule to embody knowledge اللي بتطلع منها بالrule base أو بالknowledge base. آخر حاجة بتعمل testing ليها validate rules that organize knowledge، وبعد كده بنعمل testing إذا كان في مرحلة هنا محتاجة تراجع وهكذا. فبعد مرحلة الإلكتيشن تيجي الريبريزنتيشن، واللي بتكون بطريقتين. الطريقة الأولى الانترميديت ريبريزنتيشن، structure knowledge representation that the knowledge engineer and expert can both work with efficiently، وهي المرحلة اللي بيتفاعل معها الخبير والknowledge engineer، لأن هي مقروءة إلى حد ما، مرحلة وسيطة لسه ما هيش كودينج في knowledge base. المرحلة الثانية وهي عملية التكويد بعد كده اللي هي البرودكشن سيستم، اللي هي بتبقى خاصة بالانفيرنس انجن، بتبقى مقروءة الانفيرنس انجن افيرميليشن that the expert systems inference engine can process efficiently. وبالتالي ده النولج ريبريزنتيشن. في عندي methods for knowledge representation، واللي منها الناتشرال لانجويج، وممكن السيمانتيك نتورك الشبكات الدلالية، والفريمز دي طريقة من الطرق بيبقى عبارة عن فريمز. يعني ممكن مثلا لو انا عندي فريم بقول مثلا المرض الفلاني وثم الخصائص اللي بتمثله على فريمز، دي كلها وسائل لتمثيل المعرفة. او ممكن بالرول بيس سيستم، بالرول سيستمز، او بالداتابيزز، او بالفيرست اوردر لوجيك. ايضا دي كان من الموضوعات اللي كان المفروض نتناقش فيها، لكن احنا قلنا هيبقى في ده عرض سريع فقط يعني. وبكده نكون خلصنا النص الاول من المحاضرة، وننتقل للنص الثاني واللي فيه بنتكلم عن الكليبس انبوت اوتبوت. لكن الحقيقة قبل ما اخد النقطة دي، في نقطة مهمة عايز ان انا ناخدها، قد تكون مش موجودة في الكتاب، وهي ازاي ان الكليبس ممكن ياخد الفاكتس بتاعته او الانستانس، بس هناخد دلوقتي على الفاكتس بس، بدل ما ياخدها من الميموري ياخدها من ملف. نشوف مع بعض المثال التالي.
في المثال ده بيديني مجموعة من أنواع السيارات. كبر بس الفونت شوية. في المثال ده بيديني مجموعة من السيارات، نوع السيارة والموديل والسعر والألوان المتاحة ليها. وبعد كده بناء على متطلبات معينة للمستخدم بحط شروط وبيبدأ يختار على أساسها أنسب سيارة. فمثلا هنا بيقرأ الفاكت وبعدين بيختبر عنده اليوزر عايز إما مرسيدس بالتحديد أو لانسر، بس بشرط إن الموديل يكون أكبر من 2003، ما يقلش عن 2003 وما يزيدش عن 2013، يعني في الرنج ده. وكذلك عندي الألوان يكون بلاك أو يكون يلو، وبالتالي شرط إن يكون ده اللون ده موجود. المهم ننفذ مع بعض الرول كده ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. اداني الاوتبوت، نعرض بس الفاكتس بتاعتنا هنا، دي الفاكتس ليست بتاعتنا كانت كالتالي. ايه هي الفاكت دي؟ ايا كان القرار اللي جه قال لي عندي كذا وكذا، ده المتاح عندي. المهم انا عايز الفاكتس دي بدل ما تكون موجوده في النولج بيز تكون جايه من اليوزر، من الانترفيس نفسه. نعمل ايه؟ هناخد الملف ده كده ونفتح النوت ونحط فيها الفاكتس بتاعتي دي، ونحفظ الملف ده داخل الفولدر بتاعنا ونديله اسم وليكن هنا نسميه داتا مثلا على سبيل المثال دوت تكست. اوكي بالشكل ده يبقى دي الداتا بتاعتي. طيب فانا هنا هعمل ايه؟ انا هنا اصبح البرنامج بلا داتا، بلا فاكتس. نشغل كده، نعمل بس كلير كلابس ونشغل من جديد لود، نعمل ريسيت ورن. مفيش ليه؟ لان مفيش فاكتس معايا. طيب في الحالة دي انا ممكن اعمل رول، ديف رول نسميه مثلا ستارت، دي رول البداية واللي هتبقى بانيشيال فاكت، ونقول له هنا لود شرطة فاكتس بالشكل ده، وبين توكوتيشن بنذكر اسم الملف اللي انا عايزه. طبعا اللي هو في مسار مختلف فانا بذكر اسم المسار، لكن عشان هو في نفس المسار الحال للنولج بيز فبنكتب اسم الفايل على طول، كان اسمه data.txt. ونحمل النولج بيز ونشوف كده كده تمام، مفيش اي اخطاء عندي. طيب نبدأ نقول له ريسيت. طبعا مش محتاج انا ريسيت عشان خاطر ان مفيش ديفاكتس، فممكن نقول له ران على طول. ران هيبدأ يشغل الرول دي، يبدأ في من خلال لود فاكس بيستدعي لي الفاكس اللي كانت متسجلة عندي ويعمل لي الران بالشكل واضح قدامنا. يبقى انا هنا دي وسيلة في ان انا ممكن استخدم الفايلز في ان انا انقل الفاكتس من اليوزر انترفيس الى النولج بيس. هو الحقيقه في وسائل في التعامل مع الفاكتس من خلال اليوزر انترفيس مع الادوات زي المكتبات اللي بتتعامل مع الكليبس، لكن الحقيقه لما يكون الفاكتس كبيره شويه، يعني في احد الابلكيشنز اللي كنا عاملينه في الاكسبر سيستم كان طبي وكان فيه الفاكتس كتيره شويه، فكان صعب ان ده يتبعت في الذاكرة، فكن ممكن نبعتها في فايل وبنستدعيها مرة واحدة في من خلال الفايل ده بلود فاكتس. والامر العكسي له اللي هو سيف فاكتس، اللي فيه لو انا عندي فاكتس معين عايز احفظها بشكل لسبب ما فبقول له سيف فاكتس. نفس الحكاية مع الانستانس، تقدر تعمل سيف انستانس ولود انستانس. ودلوقتي ناخد ازاي الكليبس بيتعامل مع الملفات من حيث الإضافة والقراءة وهكذا. يعني بداية الأمر المستخدم هو open أو الدالة المستخدمة عندي هي open، فهنفترض إن أنا عندي هعمل رول هستخدمها أوظفها إن أنا أفتح فايل وأنشئ فيه بعض النصوص. فهنقول له هنا open ونذكر اسم الفايل. احنا
يعني نعمل سيف على نفس الفولدر نسميه مثلا فايلز، ده النولج بيس. تمام، وهنا نقول له اوبن، والفايل اللي هسميه نسميه مثلا اوت دوت تكست. وبعد كده بديله لوجيك نيم، لوجيكال نيم، فنسميه مثلا اف 1. اللوجيكال نيم ده اللي انا هتعامل من خلاله مع الفايل. ثم بنحدد طبيعة التعامل مع الفايل، وده بيكون من خلال رموز زي R for read و W write، R plus اللي هو read and write، و A append لو عندي ملف وعايز أضيف عليه. طيب احنا دلوقتي هنعمل write، هنعمل فايل من البداية، فهنقول له write بالشكل ده. طيب انا كده لو انا عملت كده وحفظت هيبدأ ينشئ الفايل، هنعمله بس هنا close، لازم أقفله. أنا كده خلاص فتحت وقفلت الملف، ونشوف إيه اللي هيحصل. وده الفولدر اللي إحنا هنتعامل معه عشان نبقى شايفين إيه اللي هيحصل. تمام، نعمل هنا load البفر ونعمل run ونشوف مع بعض إيه اللي حصل. الملف أنشئ بالفعل هنا، بس طبعا فاضي ما فيهوش أي حاجة بالشكل ده. طيب دلوقتي هنبدأ نكتب بيانات داخل الفايل. عشان اكتب بيانات داخل الفايل فانا بستخدم ايه؟ برضو بستخدم جملة print out، بس بستخدمها هنا ازاي؟ هنقول له print out. فاكرين لما كنا بنكتب print out وبعدين بنقول له t عشان نطبع بيانات على الشاشة؟ لا، هنا هنستخدم اللوجيكال فايل عندي اللي هو اللي اسمه f1، انا سميته f1. يبقى بدل ما اقول له t هنقول له f1 عشان يطبع على الفايل، وندي له مثلا اي شيء وليكن اسم محمد بالشكل ده، ونقول له ايه سطر فاضي. زي ما كنت بطبع على الشاشة هطبع على الفايل، ونبدأ نطبع كذا اسم مثلا كده، وليكن مثلا هنا احمد، هنا مثلا ايه منى، وهنا هدى، وهنا علي. طيب نعمل لود ونعمل run ونشوف مع بعض ايه اللي حصل دلوقتي. كده نستدعي الفايل، ده الفايل بتاعنا، ونشوف البيانات اللي فيه شكلها ايه. اهي موجودة عندي زي ما نقول محمد احمد، الاسماء اللي انا حطيتها بالشكل ده. طيب نفترض ان انا عايز اعمل اضافة، هنعمل رول تانية كده ونقول له add. عايز اعمل اضافة، يعني الفايل عندي كان موجود وعايز اضيف عليه، فنقول له append، ونبدأ نستخدم نفس الامر بتاع print هنا، ونقول له ايه ضيف عندي مثلا اي اسم وليكن مثلا نقول ايه x y z بالشكل ده. ونعمل load للرول دي بس كده، ونشغلها لوحدها، وبرضو نستدعي الفايل ونشوف الدنيا بقى شكلها ايه. بالفعل هنا اضاف ايه زي ما احنا شايفين. يبقى خلص الاوامر العاديه اللي احنا عارفينها بتاع الاضافه والحذف. طب فاضل ان احنا نقرا من الفايل ده. انا هركن الرول دي كده على جنب خالص، تمام، ونفضي الكليبس ونعمل رول كده جديده، ناخد حتى كابي ونعدل عليها ونسميها هنا read، بحيث من خلالها هبدأ ايه اقرأ هنا. انا لغيت اللي تحت خالص عشان تبقى مركز معايا بس هنا على read. خلاص، طيب اعمل ايه في الحالة دي؟ هفتح نفس الفايل، لكن هفتح نفس الفايل لكن هيبقى read. تمام، طيب اقرأ الفايل ازاي؟ عشان اقرأ اي بيان سواء من على الشاشة او من فايل بنستخدم حاجة اسمها read. read كده فقط بتقرأ من على الشاشة، لكن لو حطيت read f1 بيقرأ من الملف. طب عايز اعمل ايه؟ خد value واطبعها مثلا او حطها في variable وليكن مثلا bind v هتساوي القيمة دي. طيب اتأكد ازاي؟ نعملها print، print out على الشاشة بقى قيمة ال v crlf، ونطبع ونشوف. نعمل لود للجانب ده بس كده، ونعمل run طبعا لإيه؟
اذا ما كانش ظاهر قدامك طبعا يا محمد. طب بقية القيم هعمل فيها ايه؟ بقية القيم هطبعها ازاي؟ هو انا عندي كام قيمة هناك؟ هو انا محتاج اعرف انا عندي هناك كام قيمة؟ طب ما انا اقرا كل البيانات الموجودة. طيب نقراها ازاي؟ عشان تشوف الموضوع ده انا هوريك حاجة بس صغيرة كده، انا هنعمله هنا كده، هفتح الفايل تمام وهقرأ القيمة الموجودة فيه مباشرة بريد اهو. قال لي ايه محمد؟ طيب التاني، قال لي احمد القيمة التانية، التالتة، اللي وراها، اللي وراها، اللي وراها، بعدين اخر حاجة قال لي EOF، نهاية end of file، اخر حاجة EOF. طيب نستغلها ازاي؟ يبقى انا ممكن ادخلها على جملة while. طيب نفكر كده مع بعض اعملها ازاي. انا المفروض ان انا هقرأ سجل، وطول ما هو مفيش نهاية يفضل يلف يلف يلف، فممكن نعملها ب while ونحط condition. طيب نفتكر كده مع بعض، نقول له while true. خد بالك انا محط، ممكن احط كونديشن هنا بس هضطر ان انا اقرا سجل قبليها. طيب انا مش عايز اعمل كده، انا هقول له while true. خد بالك احنا بنفكر في المساله مع بعض بشكل مباشر بدون اي اعداد مسبق تمام، فممكن اعملها بطريقه وممكن اعملها بعد شويه بطريقه تانية وبطريقه تالته. طيب احنا قلنا له while true، while true دي تفضل تلف ما لا نهايه. وبعدين نعمل ايه؟ بعدين نقرا القيمة اللي أنا عايزها من الفايل اللي هي دي، وبعدين ونقول له هنا if تمام، if ايه بقى؟ if n ال v not equal، أو في الحالة دي أنا عايز أخرج بره، يبقى إذا كانت equal E O F then هنا يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ break، يخرج، يخرج بره ايه؟ بره ال while. طيب ونعمل ايه بعد كده؟ نطبع قيمة ال V. طيب نشوف كده، نجرب كده مع بعض ونشوف هل في اخطاء حصلت ولا ال rule دي سليمة. بسم الله نعمل لود، مش لود البفر، عايز لود دي بس، لود في هنا بس خطأ هنا اف في زين هنا ناسينها زين، بس كويس انها جت على قد كده لود مظبوط. طب نعمل ران، قال ايه؟ اللوجيكال نيم اف 1 اوريدي ان يوزد، عشان احنا فاتحينه، كنا فاتحينه قبل كده، ده كويس ان بيبقى بينا اخطاء عشان ايه نقول اسبابها، فاتحينه ما قفلناهاش يبقى ممكن نقول له كلوز. خد بالك كلوز بس كده بيقفل كل حاجه، لكن لو قلت له كلوز واللوجيكال نيم بيقفل لي، ممكن يقفل لي ملف بعينه. يعني انا لو فتح مثلا 3 4 ملفات ممكن اقفل واحد والتانيين لا، لكن كلوز عام كده بيقفل كل حاجه. يبقى كان ممكن اضمن هنا في الرول اقول له هنا كلوز احتياطي عشان يضمن يكون قفل حاجه، لاي حاجه مفتوحه يقفلها. ونعيد تحميل الرول من تاني اهو تمام، ونقول له ران اهو. ران عمل ايه؟ استدعى السجل الاول والثاني والثالث والرابع وهكذا لغايه ما وصل للنهايه. وده ببساطه كيفيه التعامل مع الملفات باستخدام الكريبس الانبوت اوتبوت سيستم. زي ما احنا قلنا ريد رايت، ريد اند رايت، ابند الرموز اللي بتستخدم. الامر بتاعي بيكون تركيبه كالتالي: اوبن اسم الفايل واللوجيكال نيم والمود اللي احنا الاختيارات اللي احنا قلنا عليها. اسم الفايل لو في مكان اخر فبنكتب الباث باستخدام الباك سلاش، وعشان استخدم الباك سلاش لابد ان انا استخدم قبلها باك سلاش عشان اقدر استخدم السيمبل الخاص بيها. واللوجيكال نيم ده اختياري، وده اللي بيستخدم اللي بتتعامل مع الفايل من خلاله، سواء بالاضافه بالريد او بالرايت او بالكلوز. الكلوز قلنا لو كلوز واسم اللوجيكال نيم بيقفل الملف بعينه، كلوز فقط بيقفل كل الملفات المفتوحه. ودي أمثلة ونماذج على الموضوع اللي احنا ذكرناها مع بعض. طيب فاضل مثلا لو أنا عندي فايل وعايز أعمل له رينيم،
ففي امر برضو اسمه رينيم، ده سهل، بنذكر الاسم القديم والاسم الجديد اللي احنا عايزين نسميه، وبكده يبقى ايه خلاص. طب انا عايز الغي الفايل، بنلغيه بريموف، وريموف ببساطه بتذكر هنا ريموف واسم الفايل خلاص. فالموضوعات كلها بسيطه، مش محتاجه حتى اللي احنا ايه نجربها مع بعض. وبستخدم فيها امر برينت اوت عشان اقضي على اللوجيكال نيم اللي انا محدده في اوبن، بحيث ان انا اقدر اضيف عليه داتا وهكذا، والريد للقراءه. ودلوقتي انا عامل لكم مثال كده ظريف كدليل تليفونات يعني باستخدام الكلبس، نشغله كده مع بعض ونشوف. نعمل اوبن نسمي فون، هنستعرض الاوتبوت مع بعض وبعدين نشوف ازاي اتعمل المثال ده. هو بس اللغة العربية هنا عشان نفعلها او عشان تظهر معانا، فبنجيب من الفونتس هنا بنشغل اللغة العربية من السكريبت، ونكبر الخط شوية صغيرين كده عشان نبقى شايفين يعني كده. تمام، ده برنامج دبليو تليفونات ومشروع يعني. طيب نعمل لود اول ونشوف مع بعض. هو طبعا بيستخدم عندنا ملف مسميه phone.data، ملف فاضي زي ما هو واضح قدامنا كده. نبدأ ان ايه نشغل run، بيديني لسه اختيارات، انت عايز تعمل نيو فايل يعني انت عايز تعمل كريت الفايل من جديد، ولا تعمل فيو، ولا اد، ولا ديليت، ولا سيرش باي نيم، ولا سيرش باي فون. فنبدأ الفايل فاضي لسه هنعمله اد، فنختار 3. اوكي، يقول لي هنا ايه اد ريكورد تو افويد بريس انتر. بريس انتر لو انت عايز ايه تعدي ما تسجلش يعني. لكن هنقول مثلا علي، تمام، الفون 1111 مثلا، وليكن تمام. يديني الاختيارات تاني، عايز تضيف نقول له 3 نضيف مثلا منى، والفون 2222 تمام، نضيف يبقى يس 3 محمد، والفون مثلا 3333 بالشكل ده. طيب نعمل اكزيت 7، رقم 7. يبقى انا عملت قائمه اختيارات باستخدام الارقام. طب نشوف كده عندنا اللي احنا سجلناه بالفعل هون بتسجل بالشكل الواضح قدامنا. طيب نعمل رن تاني، نريست ورن، ونبدا نقول هنا بقى فيو 2، نضغط على 2 اهو الفيو، يقول لي هنا النيم والتليفون، علي كذا، محمد كذا، منى كذا. يديني ايه الليسته، لسته الاسماء اللي عندي والارقام يعني. طبعا ده برنامج بدائي يعني صغير يعني. طيب سيرش باي نيم 5، نضغط على 5 نقول له منى، يقول لي منى 2222. طب سيرش باي فون 6، التليفون الرقم 33، هقول لي ايه نوت فاوند، نمبر نوت فاوند، مش موجود. طيب نقول له تاني 6، الرقم كان 3333، يقول لي محمد بالشكل ده. طب انا عايز الغي اسم، نقول له 4، يقول لي دخل اسم اللي عايز تلغيه، تقول له مثلا ايه علي. اوكي، هيقول لي اوكي ديليتد. طب نتاكد، نعمل فيو 2، يقول لي هنا ما فاضلش عندي غير منى واحمد بالشكل ده. برنامج خفيف لكن ايه في اوبشن ظريف يعني. نستعرض مع بعض، خلاص نقول له اكزيت 7 اكزيت. نشوف مع بعض البرنامج ده ازاي بيشتغل. اول حاجه الرول الاساسيه عندي اسمها منيون، دي اللي بايه دي اللي بتشتغل مع الانيشال فاكت، اول ما اعمل رن بتشتغل معايا. هو هنا بس بعرف الفاكتس بتاعتي دو، وبياخد اكشن. اكشن دي اللي بتاخد الرقم، الرقم اللي بناء عليه بيعمل ديليت ولا سيرش ولا غيره. طيب اول رول عندي بتاعت المنيون، الخاصه بالمنيون، مجرد تطبع الرسائل ورق تحت بعض بالشكل ده، وبينتظر بيقول لي ريد، تمام، بينتظر عندي هنا ان انا اقرا قيمه معينه، ان انا ادخل قيمه من على الشاشه ريد تي عشان ياخد من على الشاشه، او ممكن ريد فقط يعني تمشي دي وتمشي دي.
ريتي عشان يقرأ قيم من على الشاشة وهيسلمها للفاريبل ايه اس. على حسب الفاريبل هو باستخدام السويتش، على حسب القيمة اللي داخلة بقوله لو هي واحد يعمل assert do new file، لو اتنين do list، do add، do delete، do كذا do كذا. لو هو سبعة يعمل exit، يروح على ال do exit، do exit دي هتروح لسه على rule يعني. لو بخلاف كده يعمل run من جديد، يعني انا لو نفترض مثلا هنا عملت دخلت رقم 10 مثلا يرجع تاني. طب رجع تاني ازاي؟ بعمل run، بينفذ امر run، امر run خلاص بيرجع يقوم يعمل الرول النولج بيز من اول وجديد فيشغل نفس الرول تاني، نضغط 7 ونخرج. فهمنا؟ طب نكمل، نبدا نشوف الاختيارات. عندي في نيو فايل وليست واد وهكذا. هنا الرول دي كريت نيو فايل دي الخاصه بالاختيار الاولاني، لو لقى دو فيها نيو فايل بينفذ لي الرول دي. الرول دي عباره عن ايه؟ الاوامر العاديه بقى بتاعتنا بقى، بنقول له برنت اوت هنا مجرد رسائل بس عشان ايه لو هو الفايل موجود قبل كده فبيحذرني بقى، يقول ان هو هيروح يعني وكده. فبيقول لي هنا إيه طبعا بينتظر مني ان انا يس اور نو، لو هو يس بيبدا ينشئ الفايل از رايت، فبيبدا ايه حتى لو هو موجود قبل كده بيعمل اوفر رايت عليه. طيب لو عمل فيو اللي هو ليست فبينفذ لي الرول دي وهكذا. طب الرول دي بتعمل لي ايه؟ بتديني رسائل بتطبعه وبعدين يقرا الفايل بتاعي ويحط يسمي اللوجيكال نيم بتاعه ماي فايل، ويبدا يعمل لوب عليه زي اللي احنا عملناها شويه من شويه مع بعض ويستعرضهم كلهم من داخل الفايل على الشاشه. طيب لو اختار اد بيستخدم نفس الاوامر اللي هي بتاعت اللي احنا خدناها من شويه، فين اوبن اوبن اوبن، هتلاقي هنا اولا في حاجه هنا انا ما عرضتهاش، نعمل بس ران. لو نفترض ان انا هعمل اد اللي هي كام 3 وقلت له هضيف اسم محمد تمام ورقم تليفون 3333، هيقول لي ايه؟ نيم اوريدي اكزيست. طيب انا عملت دي ازاي؟ هنا الرول الخاصة بالإضافة، فهنا بعمل بسأله أول عن الاسم اللي أنا عايزه. خد بالك الاسم مش شرط يكون اسم محمد، ممكن يكون اسم مراكب محمد محمود كده، ففي الحالة دي بستخدم read line بدل read فقط، دي برضو حاجة بنضيفها معانا في المعلومات إن في read وفي read line بياخد سطر كامل عندي تمام. طيب إنما read بياخد كلمة واحدة فقط لا غير. طيب انا هنا باخد read line عشان اقرا ايه النيم، وبعد كده هقرا الفون بتاعي عشان اسجله. بس قبل ما اسجله هنا بعمل تشيك هنا ان انا ايه بقرا ايه، بدخله كده على حاجه فرعيه هنا ان انا بقرا السجلات كلها واعمل تشيك، لو هو موجود بيديني رساله تحذيريه ان الملف ده موجود، وبيخرج بيعمل بريك، ما كانش بيبدا يضيف على الفون بايه جمله ابن بجمله اوبن من خلال ابن رمز ابن بالشكل ده. كذلك بالنسبة لديليت برضو بيعمل شيك عليه، لو هو موجود بيلغي، مش موجود بيديني رسالة ان هو ايه مش موجود وهكذا. اخر حاجة عندي اللي هو السيرش، في سيرش باي نيم ودي سهلة برضو بيعمل نفس الاوامر، ولما يلاقي الاسم بيعتهولي، وفي سيرش باي فون نفس القصة. اخر حاجة عندي الرول الاخرانية اللي بتعمل ريفرش، بتقول لي ايه لو عندي الفاكت اللي انا مستخدمها اي شيء اللي اكزيت يعني نوت اكزيست نوت اكزيت عندي، في الحاله دي بيعمل ايه؟ بيعمل ريسيت ورن، فبيعمل ريفرشمنت من جديد فيظهر لي القائمه. طب بيخرج ازاي؟ لو انا ضغطت على 7 بيحط فاكت في الذاكره اسمها اكزيت. طيب الرول كده خلصت، حطيت فاكت اسمها اكزيت وما عملتش ماتشنج مع حاجه، خلاص البرنامج هيقف، خلاص انتهت، فانا بخرج بره البرنامج باستخدام الحكاية. وهي بس الفكرة ببساطة هي ازاي ان انا افكر مع الكليبس، احاور الكليبس بنفس فكره، دي الفكرة يعني ازاي استخدم الاوبشنز اللي فيه عشان انفذ مهمة معينة انا عايزها. وبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرة اليوم ونهاية محاضراتنا كلها في مادة النظم الخبيرة.
تمنياتي لكم بالتوفيق الدائم، وإن شاء الله تتخرجوا على خير فترة وتعدي على خير بإذن الله، وإن شاء الله هنبقى على تواصل معكم في الفترة اللي جاية على الجروب. لو لكم أي استفسارات أو أي شيء خاص بكم والمتابعة بخصوص البحث اللي احنا برضو اتكلمنا عنه، مهم جدا ان احنا نكمله، هنتابع معاكم على الجروب بإذن الله. أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.